السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم مهند ورجعت لكم مقطع جديد. بداية اللهم صل على سيدنا محمد، شكرا لدعمكم الأسطوري على المقاطع السابقة، وبإذن الله مستمرين بالتنزيل اليومي وكلكم مصدومين. المفروض يكون اليوم مقطع العين حق، بس صراحة مقطع العين حق دورت كثير 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 مقاطع ما لقيت، فأتمنى أنكم توقفوا معي في هذا الإشي. كل واحد عنده مقطع عن العين والحق يبعث لي إياه على الإنستغرام، إنستغرام يطالع قدامكم، بعت لي اياه مسج خاص، وباذن الله بكره اذا كان في كميه مسجات كبيره او مقاطع عن العين الحق اقدر اعمل مقطع. فقلت ما راح نوقف اكيد، لانه مستمرين تنزيل يومي شهر واحد كامل باذن الله، ما راح اطلع منه باذن الواحد احل غير مليون مشترك. عشان هيك اذا مو مشترك بالقناه اشترك، خلينا نحقق الحلم مع بعض. وقلت اليوم نجيب مقطع عن اخطر خادمات السحر. هذول مقاطع صراحه المقاطع انصدمت انه المقاطع جدا مخيفه، جدا صدمه. والله لا يوفقني يعمل الاشياء انتم راح تنصدموا منهم، يمكن اللي ما عنده خدمة ما راح يجي مرة ثانية، صدقوني بعد المقاطع هاي. فما بدنا نطول الكلام، ندخل المقطع مباشرة. بس أتمنى إذا ما ضغطت لايك تضغط لايك عشان تبين إن عجبك المقطع، عشان نجيب لكم جزء ثاني إذا بدكم وعجبكم هذا الجزء. وخلينا ندخل على المقطع. بسم الله. هذا شرب عبد الله. شرب عبد الله. وخر يا بنات. هي قاعدة تفتش في أغراضها. هذا شو أسود معفن. شوف المفاتيح حقت السبير. سارقة. طيب افتح الدلع ابراهيم شوي شوي. يعني سارقة اواعي تربات. هون صارت مشكلة، قاعد تقول لك سارقة صور عماد وصور كذا وصور كذا، فالصور ممكن تعملين فيهم سحر، فهمتوا؟ فهيك صار في خوف. اما اجربات وهيك ما توقع في خوف. ما انا تقول لي ما لها سحر. كلب تقول شيل شيلي. لا تضربي كف. تذبحيني انا، تذبحيني ليه؟ خانقة ابنها. اقسم برب الكعبة هاي لونها عندي، اقسم بالله اقسم بالله اني اللي اقتلها واخلص منها. قالت لها ابنها كانه او خانقيته. نور وين مفتاح هذا؟ هذا في هنا اول اول هذا جبته وين؟ هذا الاشياء الوسخة ايش معناته؟ هذا وسخة هنا. هذا وسخة هنا. هي عاملة ايش؟ شكلهم حاطين كاميرات وشايفينها خانقة طفل صغير. هذا جوال. جوال ثاني. جوالين، يعني انتم مو مراقبينها، ساكنة معكم. خلاص. يا خدام هاي مبين عليها كذابة. قطاعة معها. ما جت الدورية. عبد الله انت قلت لها تخبي هذا هنا؟ لا ما قلت لها هذا، بس هذا لا. لا هذا اول ادخل وعيد امي. لا تحطي جنبها، لا تحطي جنبها. لا جي هاتي مدام، جي هاتي ملابس حق غير. هذا ملابس حق بنت. انا كم مرة قلت لك وديك السوق اشتري جديد؟ كنت انا زعلان. انت الحين كلام مسلم من دروسك كذا. خلاص روحي شرطة مسلم من دروسك كذا. البسي بنطلون رمضان كله هذا مسلم من دروسه. والله باين عليها كذابة صراحة. انت فتنه فتنه هنا كله سوي. انا انت سويت فتنه. اول سوي بابا او سوي سوي رقم هذا رقم اول في انا ابو سوي مشكله. طيب الحين انت تلبسي عبايه روحي شرطه، كل شيء حق شرطه، ما في مشكله. اوكي والشرطه معلوم مين فتنه، انت ولا احنا؟ مو الشرطه، للمكتب المفروض يتفاهم معها. انا ما ابغى هذا الكلام، هذا انا سوي بيبي. انا ما في كله باتشا شافك انت تسوي باتشا كله كذاب. انت كويس بابا سوي هذا اول كلام انا. طيب هذا بيبي هنا كيف بابا معلوم؟ هذا بيبي كله كذاب، كله كذاب بيبي. ما شاء الله انت ما في كذاب. سوبي سوبي بعدين هذا خلاص انت كلام بوليس. بيبي كله كذاب وهو معلوم. خلاص فاهم مع الشرطه او مع المكتب، ليش اتعب حالي معه؟ يلا يجي بوليس. يلا شوف المقطع. شوفوا شوفوا بس يلبس لبس بنات كيف راح يصير. ما تقدر تميز نهائي، وشعر باروكه وكل شيء. بس غريب المكان اللي قاعدين يصوروا بيه فيه، وين هذا؟ يعني زي كانه بمنطقته صح؟ والله شكله مكتب معقول. هو
شوفوا شوفوا الكلب كيف، ولا يمكن تميز. هسه يلبس الباروك، شوف مع الباروك كيف يصير. شوف شوف نهائيا ما تميزه. بنت قطع شره. بنت لا تميز نهائي. شوف تخيلوا يا جماعة تعرضنا للسرقة من الخدامة بالطريقة هذه. راح أوريكم الطريقة شلون، وانتبهوا منها زين وركزوا معي. خلنا نشوف كيف سرق. ورق شفاف هذا؟ ورق النايل بتاع الطعام هذا. طبعا المبلغ اللي معنا هذه 500 و500 و500، وهذه 200، هذه 1700 ريال. بعد ما لفتهم بهذه الطريقه جابت المعجون. وش سوت؟ تفك المعجون بهذه الطريقه، تحط الفلوس داخل. هذا الاول. لا شكلك الثاني. كيف جابتها؟ كيف جت الفكره؟ الثالث بهذه الطريقه تدخله، تسكر المعجون. والله يا ماما انا ما في، بس موجود معجون ماما، ما في موجود فلوس. حتى كيف مسكوها؟ تجيب لك المعجون وتقول لك شوف يعني ما في فلوس، بس معجون اللي موجود، فلوس ما في يا ماما. كيف خطرت عبالهم مسكوها؟ تجيب لك الكريم هذا وتحط الكريم كذا. ماما انا يبغى، انا ماما انا عندي ما في موجود كريم زي هذا. ماما ما في موجود. تخيل ان دائما نشوف المنتجات هذه مع الخدمات مع السواقين ولا نحرص عليها ابد، وداخلها مبالغ ثمينه. ممكن احط داخلها ذهب، ممكن احط داخلها اي شيء. انا مجرد فكره جهنميه. بهذه السهوله يفتح من هنا ويطلع الفلوس بهذا الشكل. فكره ما تخطر على بال الشيطان نفسه. راح تطلع. هذا واحد ثاني. لقى القطعة هاي واقعة. شو هاي اصلا؟ طيب واقعة فرشة اسنان. هاي في فرشة اسنان. في كيس صح؟ والله كيس. لاقي كمان. اوه ماي جاد.
ما اعرف شو بدي احكي صراحه، وبس هيك كنت مقطعنا اليوم. اتمنى انه عجبكم صراحه. كلمه حق تنحكى، زي ما في خدمات سيئات في خدمات جدا كويسات، بس الخدامه خاصه اول فترتها لازم يكون في مراقبه عليها. يعني لازم تكون يا الام مجازة، يعني شهر كامل تقعد تشوف خدمتها عندها اشي غلط، يعني تتفقد امورها، تعرف مين اللي عندها لانه شخص جديد يعتبر مريضة اشي، فهذا اشي ضروري. اما تجيبها وتتركها مع الاولاد، لا صراحة هذا اشي غلط جدا. واكتبوا لي كمان اذا عجبكم هذا المقطع وبدكم مقطع ثاني، او وصلوا المقطع هذا لعشرين الف لايك اجيب لكم جزء ثاني من اخطر خدمات السحر. وكمان اذا مو مشترك في القناة اشترك، فاعل زر التنبيهات، كل يوم عندنا مقطع جديد ومستمرين بالتنزيل يومي باذن الله. وانتظروني بكره باذن الله، اذا كان في مقاطع كافية راح نجيب لكم مقطع عن العين حق. لا تنسى تبعث لي اي مقطع عن العين الحق على انستغرام يطالع قدامكم بالشاشة، ونشوفكم بكره بمقطع جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.